بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الدقيقة الواحدة. المطلوب منك أن تتعرف على معاني هذه الكلمات وتصلها بالمعنى الصحيح. معالم سواعدنا حثهم، تصلها بمعناها. أيدينا شجعهم أماكن بارزة في خلال دقيقة واحدة. طيب لماذا بياخذ؟ لا لا، إذا أجبت صحيح ستحصل على جائزة، وإذا لم تجب لن تحصل على شيء. بسم الله. كل تلميذ في كتابه يا رعد، انظر إلى كتابك. أحسنت، ممتاز. لا تأخذ الآن. لا سنأخذ. أنا ما باخذ منها. خطأ. خطأ. سواعدنا حثهم، ممتاز يا عزام. حثهم سواعدنا، ممتاز. ممتاز. انتهت الدقيقة. ممتاز. معالم سواعدنا، خطأ. معالم خطأ. معالم سواعدنا خطأ. بعد نكتفي بهذا القدر، لقد انتهت الدقيقة. معالم حثهم، ممتاز. الآن الفائزون معنا. كيف صفا واحدا؟ عزام، عبد الملك، عبد الرحمن، ياسين، رائد، أنس، فراس، محمد، راشد، نواف. عد إلى مكانك، والجوائز ستوزع في نهاية الحصة. اجلس الآن.